تواصل القصف الروسي على الأراضي السورية وسط تقدم للجيش السوري في ريف حمص. القوات العراقية المشتركة تحرز تقدما في مدينة بيجي وتعتزم استعادة محافظة صلاح الدين. وفي اليمن قوات التحالف العربي تسعى لاستعادة محافظة الجوف في ظل تنديد حوثي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أنتم مع جولة إخبارية موسعة لرصد آخر التطورات الإقليمية على صعيد الشرق الأوسط. نستهل جولتنا مع الأزمة السورية، حيث تشتد حدة القصف الروسي على الأراضي السورية، فيما يستمر تبادل التهم بين موسكو وواشنطن. تفاصيل أوفى في تقرير رمح مفيدة. شنت اليوم القوات الحكومية السورية ومسلحو حزب الله اللبناني مدعومين بغطاء جوي روسي هجوما بريا واسعا على مواقع المعارضة شمال محافظة حمص. ورغم الإجماع الدولي على أهمية التدخل العسكري لحسم الصراع في هذا البلد، فإن هذا الإجماع يصطدم بتضارب مصالح الدول العظمى. فالتنسيق الأمني بين روسيا والولايات المتحدة بقي مجرد حبر على ورق دون هدف مشترك بين الغارات الأمريكية والغارات الروسية. فواشنطن والمعارضة تتهمان موسكو بشنها غارات مكثفة وعنيفة على مراكز المعارضة السورية دون التنسيق والموافقة من قبل الولايات المتحدة. لا يستطيع الشركاء انتقاد تصرفات روسيا لمحاربة الإرهاب في سوريا عندما رفضوا الحوار المباشر في قضية رئيسة للتسوية السياسية، واعتقد أن هذا الموقف غير بناء، ويبدو أن ضعف الموقف الأمريكي في هذه الحالة يأتي من عدم وجود أي تقدم في جدول الأعمال الأمريكي حتى في الفترة الانتقالية. فموسكو تريد تنسيقا دوليا مشروطا بقبول نظام الأسد حتى في الفترة الانتقالية، وهو ما ترفضه الأطراف المعارضة التي ترى بهذا الشرط اعترافا بشرعية نظام الأسد. فيما تستمر المفاوضات والمناورات السياسية، يبقى المواطن ضحية غارات تخطئ أهدافها. على صعيد الميداني تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة في ريف حمص وسط تقدم قوات الجيش السوري. هذا وأسفرت المعارك عن مقتل نحو 20 شخصا غالبيتهم من المدنيين، الأمر الذي نفاه الإعلام الرسمي للنظام السوري. في غضون ذلك أعلن فصيل جيش الشام التابع لقوات المعارضة المسلحة عن استعادة سيطرته على بلدة تل جبين في ريف حلب وقتل العشرات من تنظيم الدولة الإسلامية. جينا لهون على تل جبين وكانوا في المباني الأولية، بس الحمد لله رب العالمين هم الشباب وهم الأبطال اللي معنا، الحمد لله رجعناهم وصاروا جسدهم بال هاي شوفتها هناك. وين كانوا متمركزين هيك بالضبط بتل جبين؟ تمركزهم كان في المناطق العالية والمناطق يعني المدنية. دارة معارك طاحنة والشوارع والذخيرة في الأرض تثبت هالشيء. من الساعة 2 للساعة 5 الصباح 17 مجاهد كنا واقفين بوتشون في كل القرية، وصلتنا مؤازرات من جميع فصائل حلب الله يعطيه العافية، بس لأمننا الطريق بتعرف لدخلنا العالم يعني لجوة. يرافقني في هذه الجولة الإخبارية الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج، مرحبا بك معنا. إذن يعني كما يظهر الوضع على ظاهره على الأقل، الجيش الروسي يعني مستمر في هذه الغارات، ولكن في المقابل أيضا فصائل المعارضة المسلحة يعني لا تهدأ وتستمر أيضا في هجوماتها. نعم، يعني ما نشهده اليوم نحن على الساحة السورية وخاصة بمنطقة حماة وريف حمات وأرياف أخرى، يعني من المنطقة الشمالية حتى بمنطقة اللاذقية وحتى في حلب وعدة مناطق في سوريا، هناك تقدم يعني نحن بنقدر يعني نعرف كل يوم تقريبا في تحرير إحدى البلدات الموجودة في منطقة ريف حماة على أيدي الجيش السوري. طبعا يسبقها تمهيد قصف طيران روسي بشكل محدد لمخازن الذخيرة للإرهابيين، ومنها كمان إلى عملية غرف الاتصال وإلى استهداف قياديين. يعني إحنا اليوم نعرف أنه عمر الشيشاني قتل ونائبه قتل قبل يومين، وهدول كله من أحرار الشام أو ما عرض جزء منهم بالتقرير. وهناك استهداف قياديين حتى بالمنطقة من جنوب سوريا منطقة القنيطرة،
وفي تحرير يعني لأحدى المناطق كمان بدرعة. طيب يعني كل هذا أتى فقط بعد تقديم الدعم الروسي بشكل واضح، يعني من يقول من المحللين عامة أن روسيا أنقذت النظام السوري هو صادق إذن؟ روسيا الموضوع أنه مش موضوع إنقاذ النظام السوري، أن سوريا حاربت وجيش الجيش العربي السوري حارب طوال الخمس سنوات هدول بأسلحة عمرها أكثر من 25 سنة. أنت بتعرف أنه العقوبات اللي كانت مفروضة على سوريا كان من الصعب أنه تجدد الأسلحة تبعتها حتى جميع أنواع الأسلحة الموجودة عنها، وما فقده وخسره بسبب جيش الحر والخيانة تبعته للجيش العربي السوري وتواجد الإرهابيين هناك. فهو يعني بنقدر نقول دافع بأجساده وبأسلحة بدائية وخفيفة جدا. طيب. نعم الدعم بالدعم الجيش العربي السوري في أسلحة نووية، أسلحة متطورة ومؤازرته في سلاح الأدرى والاستخبارات كمان على أرض الواقع ساعد وساهم كثير، ليس فقط من أجل الحفاظ على النظام السوري وإنما حفاظا على سوريا كدولة شرعية ذات سيادة. طيب إذن هو دعم روسي كما تقول. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المحامي والسياسي السوري الشيخ خالد الخلف، مرحبا بك معنا سيدي. مساكم الله بالخير، يا هلا بكم. إذن يعني يقول البعض يا شيخ خالد أن هذا هو دعم روسي لسوريا فقط ليس إلا، كيف تقرؤون أنتم ذلك؟ أولا اسمح لي أتطرق لأمر ما قبل أن نبدأ الحديث. تفضل. بعض الأشخاص يتشدقون ويتبهرجون بسيرة الممانعة والمقاومة وهم كاذبين يحملون الجنسيات الإسرائيلية ويجلسون على أرض إسرائيل. هذا دليل على ليس اعتراضا مني على إسرائيل كدولة، ولكن اعتراضا على كذبهم ودجلهم والذي لا يمت للواقع بصلة. هذا أولا. ثانيا ما نلاحظه نحن على الأرض أن الطيران الروسي يقصف الثوار وداعش تتقدم وتحتل الأراضي المسيطر عليها من قبل ثوار الجيش الحر. التنسيق روسي كامل مع إيران وحزب الله وداعش في نفس الوقت. إن كانت روسيا تتدخل لقمع التطرف ولقمع داعش كما يدعون الروس فنحن معهم، ولكن ثبت على الأرض وعبر الإعلام وعبر كل الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة أن الروس يتدخلون لحماية نظام المجرم بشار الأسد وقتل الثوار وقتل الأطفال وقتل النساء وتسليم الأراضي التي قاومنا وكببنا فيها الدماء ضد داعش وضد حزب الله وضد نظام بشار الأسد، تسليمها لداعش التي تقوم بدورها بعد أيام قليلة بتسليم هذه الأراضي للنظام مقابل صفقات مالية. التخطيط والتنسيق بين الروس دعنا دعنا نعطي حق الرد للدكتور مرهش. تفضل سيدي. يعني أنا أستغرب وقاحة هؤلاء الأشخاص الذين يجلسون في ألمانيا ويحتمون زي الفئران، وإذا كنت شاطر يعني متشدق وعم تحكي كلام زي بنات الشوارع. أنا أحمل الجنسية الإسرائيلية نعم ككوني ساكن بدولة إسرائيل، وكان إسرائيل عم تدعمكم ضد دولتكم وأنت مختبئ هناك في الدلفار وقاعد تشدق وبتحكي كلام أكبر منك. دكتور مرج يعني هو يقول أن هذا الدم يهدف فقط لحماية داعش ونظام الأسد، كيف تقول؟ هؤلاء المرتزقون الخونة الذين خانوا سوريا الأم الذي شربوا من مياهها وترعرعوا في ربوعها وتعلموا ودرسوا أيضا، والشهادات التي يحملها هي من الجامعات السورية. نحن نجلس هنا ونقول قول حق وليس حتى نعجب فلان ولا علان، ونحن نقول قول حق الموجود على الأرض. داعش إذا كان داعش محسوب على النظام السوري، إذا ليش الخوف؟ إذا لازم يخافوا كمان أكثر وأكثر، لأنه داعش مع النظام السوري تهديد للعرب كله، تهديد للغرب كله، ولكن الكذب تبعهم والحقارة تبعتهم صارت واضحة ومبينة. يعني إنه إيش بده يكذب؟ اللي قاعد بألمانيا شو بده يكذب؟ راح يندعسوا بالصباط الجيش العربي السوري، وكل التشدق تبعهم والتضليل الإعلامي تبعهم ما هو إلا بس ليغطوا على أعمالهم والمصاري اللي سرقتها كل ما تسمي نفسها المعارضة اللي هن بالنسبة لي مرتزقة وخ
اخواننا. طيب شيخ خالد، لك الحق بان ترد على ذلك، تفضل يا سيدي. استاذ محمد، اعزائي المدى المشاهدين، الرجل هذا الذي يتصدق بانه مقاوم وممانعة، نحن لا نستغرب عليهم ان يحملوا الجنسيات الاسرائيليه. هذا امر تطلبون الدعم من اسرائيل حتى تساعدكم بمنطقه القنيطره. يا بجاحتك يا اخي، يا بجاحتك بس، يا بجاحتك بس، استحى على حالك وابتزازنا وامتصاص دماء الشعوب العربيه. نحن نكرر ونؤكد لم نعترض على إسرائيل كدولة، ولكن نعترض على واحد أو على أشخاص كحسن نصر الله وكالخامنئي وكبشار الأسد وكبوتين الكذابين وكهذا الضيف الموجود في الاستوديو، مع جل احترامي للقناة الكريمة، أن يتشدقوا بالمقاومة والممانعة، وأغلبيتهم يحملون الجنسيات الإسرائيلية. نعم، كل اللي حكيتهم بيشرفوك وبيشرفوا اللي خلفوك كمان. نحن كثوار بيشرفوك وبيشرفوا اللي خلفوك كمان، كان حسن نصر الله ولا بشار ولا بوتين كمان. جبهة بوتين المجرم وجبهة داعش الإرهابي. انتوا مش مجرمين، انتوا اللي انتوا قتلتوا الشعب السوري وشردتوا، انتوا مش مجرمين وسرقتوا مصريات وحرمتوا على ألمانيا. يا دكتور مهدي، وسنبقى نقاوم. تفضل يا اختي، اذا انت شرط تقول انت تفضل. زول على حلب حارب، زول على حلب حارب حارب، بشوفك انزل. ضباط الجيش، جيش النظام الاسد، جيش الشبيحه فوق راسه، وهو حر في ذلك. السوري غصب عنك وعن اللي خلفك كمان، الا ان تكون هاماتها في تعانق السماء مرتفعه. وسترون، اوعدكم انكم سترون النتائج على الارض قريبا باذن الله. باذن الله دع فلوسكم كلياتكم واحد واحد. الممانعه والمماتعه والكذب، هذا القومجيه التي لا تمت للقوميه العربيه بصله، هذه قوميه فارسيه بحته. طيب وصلت الفكره. باذن الله. المحامي السياسي السوري الشيخ خالد الخلف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله الهاتفيه. دكتور مرهج، اريد ان تبقى معي، سننتقل الان الى شان اخر والى العراق تحديدا، حيث استعادت القوات المشتركه السيطره على عده مواقع في مدينه بيجي في محافظه صلاح الدين من قبضه تنظيم الدوله الاسلاميه. هذا وفرضت القوات الامنيه طوقا امنيا على مناطق مختلفه في المحور الغربي من مدينه بيجي في اطار عملياتها الواسعه لاستعاده محافظة صلاح الدين. كما ووجه سلاح الجو العراقي ضربات جوية أسفرت عن تدمير مقر لقيادة تنظيم داعش ومستودعات أسلحة وعتاد. المنطقة 600 هاي الجامع، يجون هم هنا يتكتلون ويروحون إلى الشركة المصرية، هاي هنا يتجمعون. وجماعتنا هاي الأبراج من برج باب الشهداء لحد برج 9 متهيئلهم وجاهزين، الشباب كله جاهزة، وإن شاء الله ما يوصلون، وبعون الله واهل البيت. القوات الامنيه والحشد الشعبي باتجاه الصينيه على حائط الصد تقريبا. قبل يومين تقدمت مدرعه هنا بالقرنيه، ضربوها جماعه الحشد فجروها، واحنا ان شاء الله متقدمين. من جانبه اكد قائد قوات الحشد الشعبي مواصله عمليه تحرير محافظه صلاح الدين حتى تحقيق اهدافها. انطلقت عمليات تحرير او اكمال تحرير بيجي ومنطقة بيجي، وهذه المنطقة ليس فقط تحرير المدينة وإنما تحرير كل المنطقة، وهي تحرير بيجي وتحرير مصفى بيجي وتحرير الصينية وقاعدة الصينية وتحرير شمال مصفى بيجي باتجاه معمد الأسمدة ومخازن الاحتداء والشركة المصرية، واللي هي تعتبر من عقد المواصلات المهمة بالمنطقة. بدأت العمليات في ثلاثة محاور، محور باتجاه الصينية وقاعدة الصينية، والآن الحمد لله التقدم جيد. ومن أربيل ينضم إلينا المحلل السياسي السيد سامي ريكاني، مرحبا بك معنا سيدي. سيد سامي، يعني هل نتحدث أن عملية عسكرية جديدة ناجحة يمكن لها فعلا أن تدحض تنظيم الدولة الإسلامية، أم أنها كباقي عمليات الجيش العراقي تقدم يوم وتقهقر لمدة أسابيع؟ هي طبيعي أخ محمد، هي لا تعتبر عملية، لأنه ليس هناك استراتيجية حقيقية داخل الساحة العراقية بين الأطراف العراقية، ولا يوجد أيضا هناك انسجام وتناغم ما بين الأحداث بين المحور الأقليمي حول كيفية التعامل مع الواقع والتوقيت وما هي المراحل التي سوف
تقدم عليها الجيش العراقي، لأنه ليس رئيس الجيش العراقي، هناك إصرار أمريكي وسني وأقليمي إلى أنه لا يمكن التقدم نحو المناطق السنية بدون وجود بديل داعشي يكون يرضي الأطراف السنية التي لا تقبل أبدا بوجود بديل الشيعي مكان البديل الداعشي. لذلك هذه ربما هي تحركات للإعلام هنا وهناك، وأيضا هي التركيز على مناطق التي ذات أهمية اقتصادية مثل مصرابيجي أهميتها الاقتصادية، والتحول بطيء ربما لأن هناك الأفق تجري اتفاقات ما بين المحور الكردستاني وكذلك تهيئة السنة في تركيا وكذلك في الموصل وأقليم كردستان، وأيضا الجيش العراقي بحيث يكون هناك وحدة أو نواة لجيش يتكون من الفئات أو الطوائف أو جميع مكونات المجتمع العراقي لكي يكون النواة التي سوف تحارب داعش في المستقبل. ولكن هذه كلها تقف على ما مدى الجدية الأطراف الأقليمية التي فقدان الثقة بين الأطراف وحول كيفية التعامل مع الواقع العراقي الذي هو أصلا مرتبط بالواقع السوري والتي ارتبط سابقا من حتى الواقع اليمني، حول كيفية التناغم ما بين المصالح الأقليمية والدولية وكذلك الاتفاقات التي لا يعرف ما هي الاتفاق الذي جرى بين روسيا وأمريكا حول كيفية التعامل والتعاطي مع المنطقة، والتخبط التركي الذي لا يعرف أيضا هو يعتبر بأن هذه الاتفاقات هي على حسابها لأن هناك تقدم في اليمن لصالح العرب أو السعودية، وهناك تطور أيضا تقدم في المنطقة السورية لصالح الروس ولصالح إيران، وكذلك في العراق هناك تقدم باتجاه أو مساعدة أمريكية وإصرار واستعداد روسي و بالتوافق مع سيد سامي. يعني تحدثت عن سيد سامي، يعني تحدثت عن التدخل الروسي، بما يتعلق في التدخل الروسي تحديدا، يعني هل ترى هذا سيناريو قريب الأمد أم أنه يمكن له أن يتحقق في المستقبل القريب كما نشهد اليوم في سوريا، أم أنه يعني يبقى في سبيل فقط التهديدات المستقبلية؟ أعتقد أخ محمد سابقا أشرت إلى هذا الموضوع كثيرا بأن هناك اتفاق بعد 5+1 اتفاق ما بين الأطراف الأقليمية والدولية حول كيفية التعاطي مع المنطقة بالاتفاق مع الأقوى المثلث الأقليمي وهو التركي العربي والإيراني حول كيفية التعامل مع المنطقة، الإصرار والتوافق حول محاربة داعش، هي باسم داعش ولكن هي على التقسيم وتقسيم النفوذ، أما التوصل حول اتفاق يرضي الأطراف فما زال الطريق طويلا، سواء ما بين روسيا وأمريكا أو سواء كان بين الأطراف الأقليمية مع بعضها وكذلك بالتواصل مع الاتفاق الدولي. لذلك لا أرى بأن هناك سوى اتفاق مرحلي بدائي، ولكن ليس هناك أفق لتوافقات ومراحل. شكرا لك يا سيدي. وهي مهددة بالفشل في الواقع، هكذا ينظر إليه المحلل السياسي سيد سامي الركاني من أربيل، شكرا جزيلا لك. والآن انتقالا إلى اليمن، صرحت مصادر عسكرية أن التحالف العربي بقيادة السعودية كثف غاراته على تجمعات ومواقع لجماعة الحوثي وصالح في عدة محافظات يمنية. هذا وأطلق الجيش اليمني عملية لاستعادة السيطرة على محافظة الجوف الاستراتيجية التي تعتبر طريقا للعبور إلى محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي. في غضون ذلك خرجت حشود في مدينة تعز مطالبة بتحرير كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما أكدت القيادة العسكرية الحكومية استمرار المعارك لتحرير كافة المناطق اليمنية من قبضة جماعة الحوثي. ونحن نحتفل بثورة 14 أكتوبر، نزف لكم يا أبناء تعز، نزف لكم يا أبناء تعز الصمود تباشير النصر، ونؤكد لكم أن القيادة السياسية والعسكرية عازمة على فك الحصار وتحرير تعز وكافة المحافظات اليمنية من ميليشيا التمرد وتحقيق حلم الدولة اليمنية الحضارية.
أما الآن أجدد الترحيب بدكتور حسن مرهج، مرحبا بك مجددا معنا. يعني من يشاهد الميدان اليمني يمكن له أن يقول أن قوات هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية بدأت فعلا تسيطر على الأمور، كيف ترى ذلك؟ نعم، يعني لابد أنه من كون أنه المرتزقة السعودية الموجودة على الأرض اليمنية مدعومة بالطيران السعودي أو ما يسمى بالتحالف، عنده يعني مقاييس أعلى من الحوثيين اللي حاربون على الأرض. ولكن قوة الحوثي أين؟ بتضاريس المنطقة، وكما يعرفوها اليمنيين تختلف عن المرتزقة الموجودة في اليمن، وهي دخول أكثر وأكثر لمستنقع، وسنشهد نفس المشهد اللي شهدناه بدخول واحتلال إسرائيل لجنوب لبنان. هذه العمليات اللي هتكون أصعب بالتالي من انه مواجهه عسكريه بين يعني بين الطرفين. هي عمليه استدراج لجبال صعبة والاماكن الجغرافيه الصعبه. واللي يعني انا سالت، معلش محمد، يعني احدى السؤالات كانت انه كيف الحوثيين يحاربون حتى ما بيلبسوا صباط عسكر او هذا، فيعني شرحوا لي انه تضاريس المنطقه هناك هي رمليه، ومن يرتدي يعني معه حذاء او هذا صعب انه يمشي حتى بهاي المنطقه هناك. فيعني اليمنيين عارفين المنطقة تبعتهم، عندهم الاستراتيجية تبعتهم، عندهم التكتيك، عم بيحاولوا رغم كل الضربات. احنا شفنا انه في لهم انجازات على ارض الواقع، رغم انه لو جينا نحن نشوف بالنسبة للجبهتين او للقسمين، يعني دائما السعوديين عندها سلاح حديث، عندها طيران، عندها كل شيء. بالنسبه اللي بدي احكي بس بالنسبه للموضوع السوري، احنا قادمين بالايامات القادمه على معركة لتحرير حلب بقيادة إيرانية سورية على الأرض وسورية روسية تغطية جوية. الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج، شكرا جزيلا لك. بعدنا نأتي أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الموسعة، شكرا لكم على طيب المتابعة، ألقاكم على رأس ساعة، إلى اللقاء.